صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، فان الادله الشرعيه دلت على ان الصائمين طبقتان، يعني قسمان: طبقه صامت الصوم الشرعي في رمضان وهكذا في صيامها التطوعات والكفارات عن محارم الله من الطعام والشراب والنكاح، وعن محارم الله في رمضان المعاصي، فلها أجر عظيم وفضل كبير، قد وعدها الله خيرا كثيرا، كما قال جل وعلا لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما مضى من صيامكم وأعمالكم الطيبة في الجنة في الدنيا. ويقول جل وعلا في ما تقدم الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذه الطبقة صامت عن الطعام والشراب والنكاح وعن كل ما حرم الله، ترجو ثوابه وتحسر عقابه، فلها عنده النعيم العظيم، لها عنده النعيم العظيم والفضل الكبير في دار النعيم، إذا استقامت على طاعة الله وأدت ما أوجب الله وتركت ما حرم الله وماتت على ذلك، لكونها قدمت ما يرضيه وعملت بطاعته فاستحقت كرامته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسر اليسرى. قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، هؤلاء اتقوه فأدوا حقه ففازوا بالنعيم المقيم، ولهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم الزوجات من الحور العين غير زوجات الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يخرص في صيامه وأن يجتهد في صيامه وأن يصون صيامه عما يجرحه، وأن يكون في ذلك مخلصا لله راغبا فيما عنده، لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى، ولكن يصوم ابتغاء مرضات الله وحذر عقابه، يرجو فضله ويرجو إحسانه ويرجو نعيمه المقيم. ولهذا قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لما يجد من النعيم المقيم عند لقاء ربه والفضل الكبير. الطبقة الثانية صاموا عن محارم الله دائما، مو في رمضان بل في جميع الأوقات، يعني جاهدوا نفوسهم في جميع الأوقات فاستقاموا على طاعة الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله. فهذه الطبقة أفضل الطبقتين وأعلاها قدرا، لأنها جاهدت نفسها لله في جميع الأوقات. هذا هؤلاء عيد فطرهم يوم لقاء ربهم، فهم صائمون عن محارم الله من قول وعمل، مؤدون ما أوجب الله، واقفون عند حدود الله. هؤلاء هم خيرة المؤمنين، وهم السابقون المقربون، وهم الطبقة العليا من طبقات المؤمنين، فلهم عند الله المنزلات العالية والفضل الكبير بسبب إخلاصهم وصدقهم وصومهم عن محارم الله، يعني كفهم عن محارم الله وابتغاء واجتهاده في طاعته مع الوقوف عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. فهؤلاء هم السبق وهم المقدمون من أولياء الله، كما قال جل وعلا: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال تعالى: فأما من كان مقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فالجدير بالمؤمن وبالمؤمنة الحرص والجهاد حتى يكون من هذه الطبقة، من طبقة المسارع الخيرات السابقين إلى الطاعات ومجاهدين لأنفسهم في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمسلمون طبقات ثلاث: الطبقة الأولى طبقة ظالم نفسه وهو العاصي الذي يموت على بعض المعاصي، الطبقة الثانية المقتصد هو الذي أدى الفرائض وترك المحارم وليس له نشاط في النوافل،
والطبقات الثالثة المقربون السابقون الذين جمعوا بين الخيرين، أدوا الفرائض وتركوا المحارم وسارعوا في الخيرات والتطوعات وأنواع العمل الصالح، هؤلاء هم الطبقة العليا، وهم مذكورون في قوله جل وعلا: هم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم نفسه، هذا هو العاصي، ومنهم مقتصد، وهذا هو البر الذي أدى الواجبات وترك المحارم، ومنهم سابق بخيرات وهو مسارع إلى أنواع الخير مع فعل الواجبات وترك المحارم، هو سابق ومسارع إلى أنواع الطاعات التي شرعها الله ولم يوجبها، يرجو فضل الله ويخشى عقابه وينافس في طاعته كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفق الله الجميع وجعلنا وإياكم من السابقين إلى كل خير، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين.